وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين ولئن صبرتم له خير ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء.